اهلا وسهلا بيكم في قناة بوسي كروشيه. هنعمل مع بعض النهاردة وردة، طريقة بسيطة وسهلة. كل اللي بنعمله هنعمل عقدة البداية، بعد كده هنرتفع 6 سلسلة، 1 2 3 4 5 6، واروح عند اول غرزة سلسلة عملتها واعمل فيها غرزة منزلقة، بعد كده هرتفع غرزة سلسلة وهدخل جوه الدايرة اللي انا كونتها وهعمل فيها 12 غرزة حشو، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12، واروح عند اول غرزة حشو عملتها واقفل فيها بغرزة منزلقة وارتفع سلسلة واقص الخيط السيادة عشان ادخل اللون التاني. بقى كل اللي عملته، عملت عقدة البداية، بعد كده ارتفعت 6 سلسلة، بعد كده عملت غرزة منزلقة في اول غرزة سلسلة، وبعد كده اتكونت معايا الحلقة الدايرة اللي هي الدايرة، ارتفعت سلسلة وعملت جوه الدايرة 12 حشو. دلوقتي هدخل اللون الزيادة، هدخل في اي حلقة هجيب الخيط اللون اللي انا عايزة اعمله وهسحبه، بعد كده هرتفع 11 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11، هروح للحلقة اللي بعديها على طول وأعمل فيها غرزة منزلقة، طبعا الخيوط دي هدخلها في شغل لما اخلص. يبقى انا ارتفعت 11 سلسلة، رحت للغرزة اللي بعديها على طول عملت فيها منزلقة، هرتفع 11 سلسلة كمان، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11، واروح للغرزة اللي بعديها على طول واعمل فيها غرزة منزلقة، وهرتفع 11 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11، واروح للغرزة اللي بعديها على طول واعمل فيها غرزة منزلقة، وهرتفع 11 سلسلة، 3 4 5 6 7 8 9 10 11، واروح للغرزة اللي بعديها على طول واعمل فيها غرزة منزلقة، برضو هرتفع 11 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7
تمانية تسعة عشرة حداشر، واروح للغرزة اللي بعديها واعمل فيها غرزة منزلقة، وبفضل ماشية كده بنفس الطريقة، ان انا برتفع 11 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11، وبروح للغرزة اللي بعديها على طول وبعمل فيها غرزة منزلقة، وبنفس المكان برتفع 11 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11، وبروح للغرزة اللي بعديها على طول وبعمل فيها منزلقة، وبفضل ماشية بنفس الطريقة، ان انا برتفع 11 سلسلة، وبروح للغرزة اللي بعديها على طول وبعمل فيها غرزة منزلقة، هكمل بنفس الطريقة لحد ما اوصل للاخر وهرجع لكم تاني. وصلت لنهاية الدور، كون معايا ارتفعت 11 سلسلة، هيتبقى معايا حلقة هعمل فيها غرزة منزلقة، وهرتفع غرزة سلسلة، وهقص الخيط الزيادة، يكون معايا بالشكل ده كده، وردة بسيطة للتزيين شكلها جميل، ممكن نعملها دلاية للسلسلة، ممكن نزين بيها، طبعا بندخل الخيوط الزيادة دي كلها في الشغل من ورا، تكون معايا بالشكل ده كده. طبعا انت ممكن تكبريها عن كده، تكبري عدد وحداتها عن كده، ان انت بتكبري عدد السلاسل اللي هي في الدايرة في الحلقة، بعد كده ممكن تطوليها، ان انت تكتري بدل 11 سلسلة تعملي اكتر على حسب الحجم اللي انت عاوزاه. تكون معايا بالشكل ده كده. لو عجبكم الفيديو او استفدتم منه اعملوا لايك وشير واشتراك في القناة.